أيها الأخوة بالله، هذه الدار دار الأمن، دار المناصحة، دار التعاون على البر والتقوى، دار التواصي بالحق. ليست دار نعيم وليست دار خلد، ولكنها دار فناء، دار زوال. أنت منتقل، طال عمرك أو قصر أنت منتقل، ليست دارك، أنت منتقل إلى الدار الأخرى، إما الجنة وإما النار، وأمامك حساب وجزاء وجنة ونار وكتب توزع، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشمال وميزان، هذا يرجح ميزانه وهذا يخف ميزانه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيش راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي بشماله فيقول من مقصود أن الله جل وعلا حذرنا منها من هذا المقام وهذا اللقاء وذكرنا به جل وعلا، فأنت على خطر، قد تعطى كتابك بشمالك، قد يخف ميزانك، فاحذر يا عبد الله، أعد العدة في هذه الدار، حاسب نفسك، جاهدها، تأمل أسباب النجاة واعمل بها، وتأمل أسباب الهلاك واحذرها، هكذا المؤمن. ولهذا قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا